الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام البيتيه العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام سامحوني انا والله تاخرت عليكم لانه عندي ضيوف وما استطيع اترككم. الدكتور ايمن والدكتور صالح ابنه اصلا فما استطعت ان ابتدئ بدري يعني، ولكن ان شاء الله نعود يعني. كتاب الاطعمه من صحيح البخاري باب الاكل مع الخادم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد هو بن زياد قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. وهذا أيضا فيه من الأدب والإحسان للآخرين. سارة كيف أنت؟ زادك الله حرصا، ما أجمل ما أنت فيه، أحسن الله عليك. يقول إخوتي الكرام في هذا الباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه فليناوله. أدب، أدب عظيم جدا، فيه احترام الناس وفيه تقدير الأفعال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إسماعيل أمينة أحسن الله عليك. أسماء أنت الجند المجهول أسماء رضي الله عنك. أشرف نراك في الدرس الليلة أشرف. هذا أدب، أدب عظيم، فيه احترام وتقدير وفيه مكانة الناس. رضي الله عنك يا محمد، نفع الله بك الأمة الإسلامية، نريدك تتحفنا كما كنت تتحفنا قبل. فمن الأدب معرفة أقدار الناس، من الأدب احترام الناس، من الأدب السعي إلى أن نكون صفا واحدا. هذا 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 كلام يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الخادم وإن كان خادما لا تنظر له أنه خادم. لا أحد يعلم أقدار الناس عند رب الناس إلا رب الناس. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. نعم رضي الله عنك محمد إسماعيل. فأقول إخوتي الكرام قال فلينوله أكل أو أكلتين، يعني لم يجلس معه ينوله أكل أو أكلتين. وهذه فيها دلالة واضحة جدا في رضي الله عنك محمد. فهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قلت على معايير الناس، على معرفة أقدار الناس، على التعامل مع الناس على أنهم جميعا من أهل الخير. يقول بعض السلف لن تبلغ أن تكون تقيا حتى تعلم أنك أقل الناس، أو تعلم أن كل الناس أفضل منك. هذا هو. أو الأستاذ فارس الميدان أتى محمد، لم يتركك وحدك، فارس الميدان أتاه الآن. فأقول إخوتي الكرام فهذا من الأدب الكبير الذي قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجلس معه، فإن لم يجلس معه فليطعمه أكلة أو أكلتين. عمر بن الخطاب تعلمون أنه كان مع مولاه، كان يعني مناوبات، طارة يمشي وهو الذي يأخذ بخطام الناقة، وطارة المولى يمشي ويركب عمر بن الخطاب. وجاءت النوبة عند بوابة بيت المقدس، رضي الله عنه، بيت المقدس الذين أسقطوها في يد الصليبين هم الرافض، عشان تعلموا أنهم لا ينصرون القضية، استفيقوا، الأمة مش بتستعبط. كما قال ابن تيمية قال ما من طامة وقعت على هذه الأمة إلا بسبب الرافض، وهم الذين أيضا تسببوا في الاستيلاء على بيت المقدس. اقرأوا التاريخ، لابد ألا تستعبطه. فهو عند بوابة بيت المقدس كانت النوبة للمولى، فركب وجر بخطام الناقة عمر بن الخطاب، ودخل فوجد بركة، فخلع نعله وتأبط نعله ومشى متأبطا نعله. فنظر إليه يعني نظر إليه هذا أبو عبيدة كاد يبكي، قال ما أتينا بك لهذا أمير المؤمنين، أتينا بك ليهابك الناس وأعطونك المفاتيح. فنظر إليه قال إيهن يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك، نعم في هذا، لو قال حفظكم الله. المحدث له نظر آخر يا محمد. فقال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو تغين العزة في غيره أذلنا الله. إذا لابد أن نعلم أن الناس جميعا عند الله جل في علاه لهم مكان، ومكانتهم بالقلوب، ما عندهم من التقى والعمل في هذا الباب. فأقول إخوتي الكرام أيضا قال باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. ذكر في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ماشي تفضل 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 تفضل. قال فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. هذا ذكر ابن المنذر قال في حديث سنان بن منبه أنه صلى الله عليه وسلم قال الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على نعم الله. كذا قال سنان بن منبه وصابه ابن سنة، وراه عبد الرزاق عن معمر
عن رجل من غفار أنه سمع سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر له مثل أجل الصابر الصائم الصابر. لأنه أنت تدور بين عبادتين، تدور بين عبادتين، عبادة شكر وعبادة صبر، كما قال علي بن أبي طالب انقسم الدين إلى نصفين، نصف صبر صبر ونصف شكر. فأن تؤدي العبادة انتهى الأمر، أنت ما عليك إلا أن تؤدي العبادة إن كنت صابرا أو شاكرا. في النعماء تشكر الله جل في علاه فتثبت وتزداد، وفي الضيق والضنك تصبر فيجلى عنك وثبت الأجر لك. هكذا تكون عابدا لله في كل الأحوال، الله تعالى يقلبك حتى يظهر معدنك الأصيل مع نعيم الله جل في علاه. ولذلك عمر بن الخطاب قال يعني لا يشغلني أصبحت على نعمة أم على بلية، كلاهما له عبادة، فالذي علي أن أتي بهذه العبادة. فأحمد الله جل وعلا والحمد والشكر يحبه الله جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه. انظر كيف مدح أولياءه أصفياءه أنبياءه، وش قال؟ وش قال؟ عبدا إنه كان عبدا شكورا، وقال شاكرا لأنعمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام حتى تورمت القدم، فلما سأكلمه على ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك ورد عن ابن عمر مرفوعا: الحمد رأس الشكر، الشكر ما 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 شكر الله، ما شكر الله عبد لا يحمده، ما شكر الله عبد لا يحمده. شوف الحمد والشكر إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. فإذا افترق كان الحمد والثناء الحسن على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة باللسان وبالقلب، وكان الشكر الحمد لله على النعماء وتكون باللسان وبالقلب وأيضا بالجوارح. اعملوا آلة، اعملوا آلة آلة داود شكرا، اعملوا آلة داود شكرا. نعم. وهنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وإذا افترق اجتمع. ورجال قال في ابن حبان عن سعيد المقبري عن ابي هريره المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزله الصائم الصابر. في حديث يدل ذلك على ذلك، في احد ياتيني به يدل على ذلك بقوه. وش هو الحديث؟ ما اتى به قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بيش ها بالاجر. هذا في نص، في النص في الامر ولا لا يا استاذ؟ نص قال: ذهب المفطرون اليوم بالاجر، ذهب المفطرون اليوم بالاجر. والحديث سوى من الرجاء الطاعة من الغنى والفقر، وقد نبى عليه ابن عربي قال ابن حبان في صحيحه: معناه أن يطعم ثم لا يعصي ربه بقوته، ويتم شكره بإتيان طاعته بجواره، لأن الصائم قرن به الصبر وهو صبر على المحظورات، وقرن الطاعم بالشكر، فيجب أن يكون هذا الشكر معه طاعة. تفضل الذي بعده. احنا الآن هذا والذي بعده يعني نجعل آخر حديث لنصير. طيب ماشي عامل ورديان، اتفضل. الحمد لله انا اصلا تاخرت عليكم لكن البركه الحمد لله. لحظه ثانيه. قال: باب الرجل يدعى الى الطعام فيقول: وهذا معي. قال: وقال انس رضي الله عنه: اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. قال: حدث قال البخاري حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا الاعمش حدثنا شقيق قال حدثنا ابو الانصاري قال: كان رجل من الانصار يكنى على شعيب، وكان له غلام لحام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه عليه الصلاة والسلام، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي خامس خمسة صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال: فصنع له طعيما، ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاضر يا أستاذ عدي العراقي، نصيحتك فوق رأسي. لحظة أحمد، لحظة، نصيحتك فوق رأسي، لن أستعجل عندما أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنك أيها الناصح الأمين. تفضل. صلى الله عليه وسلم. إن رجل أن تبعه فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: لا، بل أذنت له. هنا هذا حديث شرحناه قبل ذلك، لكن شوف هنا كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا آداب لا نتعداه. أن الرجل أتى بطعام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه مع خمسة، فجاء رجل خلفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لرجل ارجع، ولكن يعرف الفرصة في هذا الباب هو أنه قد يأذن له، فقال له: هذا تبعنا. تأذن له أم لا تأذن له؟ قال: بل أذن له. وكان أيضا نعمة عليه وبركة، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بركة ليست بعدها بركة. طيب هذا عندنا الآن، هات هذا ونجعل آخر حديث لنصير إن شاء الله. قل حضر عشاءك لا يعجل عن عشائه. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال: ليس حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله يحتز من كتف شاة في يده
فدعي إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم فألقاها والسكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحوه. قال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء. طيب هنا 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 في هذا الباب فيها الفقه العظيم فيها مسألة لا تعجلن عن عشاءك, وهذا من الفقه كما قال عمر بن الخطاب قال إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمة العشاء فقدم الخلاء. نفس الأمر لأن الإنسان قال لا صلاة مع بحضرة الطعام ولا ما هو وهو يدافعه الأخبتان. فهذا شوف أداب أداب تبين لك ما أليست الصلاة من أهم ما تكون, أليست الصلاة هي أعظم أركان الدين, لكن حدود النفس أيضا لابد أن يكون لها مكانة. الله يرضى عنك شيخ محمد, الله يذب عنك في الدنيا وفي الآخرة محمد إسماعيل. لكن أردنا أن نقول له نحن نسمع للنصيحة, كل من ينصحنا وعلى جهلنا نتعلم ونسمع النصيحة. فأعطى هذا أقول إخوتي الكرام, فكان من الفقه أن يقدم الطعام حتى لا ينشغل قلبه بما يريد, يشتهي الطعام فيقول هذا الطعام كان كذا كان طيبا كان كان كان, فينشغل به عن التدبر. والأصل في ذلك أنه لا يدخل الصلاة إلا متدبرا لما في الصلاة. ولذلك قال إذا وضع العشاء وقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء أمر. ولذلك قال ابن حزم لو بدأ بالصلاة فابدأوا أمر. فقال من بدأ بالصلاة قبل العشاء بطلت صلاته. من بدأ هذا عجب من العجب, من بدأ بالصلاة قبل العشاء بطلت صلاته. وهنا شوف أيوب ابن عمر كان يتعشى وهو أشد الناس تمسكا بالآثار, فكان يأكل وهو يقول القراءة يا ابن عمر يتركه, لأن النبي قال ذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فأقول إخوتي الكرام إذا قيمت صلاة حضر العشاء فابدأوا بالعشاء, وهذا أمره الآن في هذا الباب. وهذه تربية للإنسان حتى يعلم يقدم تقديم الأهم على المهم. واجب عن الصلاة هي أهم ما تكون, لكن خشوعها أهم, وخشوعها له أسباب, وهذه فيها الآن الأسباب أسباب يعني. وقلنا بأن القياس على ذلك إذا كان العشاء يعني يتحاشى المرء أن يتركه حتى لا ينشغل عن الصلاة فالجماع من باب أولى, فيكون هنا القياس قياس الأولى بأنه لا يجوز إذا كان يريد الجماع أو تهيأ للجماع وأقيمة الصلاة يبدأ بالجماع ثم ذلك يصلي. الفوائد المستنبطة من ذلك فقه مطلب الشرع, وجب على الإنسان أن يغوص ليعلمه, مع أن الصلاة أعظم الواجبات, قلنا الخشوع فيها هو الأعظم, لذلك أسبابه لابد أن تتوفر. الأسباب الوسائل لأحكام المقاصد, من الأدب الجم إذا لم يستأذن لشخص يقال أتأذن له, الطعم الشاكر كالفقير الصابر. انتهينا من هذا, وكان المفروض نختم كتاب الأطعمة لكن تركناه كرامة لأخينا الفاضل نسيه بإذن الله تعالى. يا رب الله يرضى عنك أحمد, أنت عندنا السهم النافس في هذا في هذه الساحة, جزاك الله خير. رضي الله عنك يا سارة رائقة الكتابة والفهم, جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم, فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم, وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم, وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم, ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم, وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم, وحقق إذا رمت شيئا ولا
تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.